الحلقة اليوم راح نهضروا فيها على موضوع حساس بزاف وهو العلاقة ما بين الجزائر والمغرب. بزاف إشاعات أنه الشعب الجزائري يكره المغربي والعكس. ما احنا واش درنا؟ رحنا جبنا واحد مغربي لبسنا له ميكرو وبعثناه في شوارع الجزائر. تبعوا لا رياكسيون تاع الجزائريين معاه. السلام عليكم. وين طريق الباب الواد الأحمر؟ نعم؟ طريق تاع باب الواد. لا لا شوف طوموبيل على رجلي ابي بزاف عليك ابي عباك تلحق تموت. انا مغربي انا. الله يبارك. انا نسمعك يا الشعب الجزائري ما يبغيش الشعب المغربي. هاك اش منا قولكم حنا لا الله من بلاصه اسمع هذيك الفوقه فوقانيه ما تحب. احنا الشعب مسلمين متحدين وان شاء الله نقعدوا مسلمين وخوابين. ربي يحفظك. احنا قبل ما تكون سياسه كان ربي من فوق عندنا دين واحد فهمني عندنا تقاليد واحده عندنا كلش كيف كيف يقول لك حاجه هذه السياسه بين فوق لا لا هي مغلقه الحدود ربي يعاونهم احنا خاطينا الشعب خاطينا احنا شعب خيوه لا بالعكس احنا شنو نقول ما عندنا حتى بروبليم مع خاوتنا الشعب العربي يكون اخوه الشعب الجزائري الشعب تسخش لينا الشعب من داخلك ما واحد واحد ولا راه دوف يلاه دوف في اللغه في كلش في العربيه في كلش انت مغربي واخا خصك والو بارك الله عليك جيتي عشا عليك بارك الله يا الله دار بكم ان شاء الله لا يخطيكم انا نموت المغرب ربي يحفظك ما ادري ربي يحفظك سلام وحطهم شري ربي يحفظك فور موا خاوتنا ما عنديش مشكل انا من المغرب وطلع فيا الشعب المغربي رحت لكازا كازا بلونكا بيضا وطلع فينا حاله لا احنا اخوان احنا الاسلام وحدنا احنا عرب احنا انظمه حكيمه نتاع الصغار احنا خاوه احنا رانا جيران راك في بلاد دابا عليك كنا عرب وكنا مسلمين كنا نحبوا بعضنا ونمشي من رب بزاف كيفاش خاوه جيران بدون ما احنا رحنا وتهلاو فينا ويجي مغربي هنا ما عندوش بارك الله ماشي حركه حبيبي انت معانا الله يعطيك شكون مغربي وشكون جزائري بارك الله عليك انا ما عنديش هاد بورك المغرب يا البركة المغربي ولا تونسي ولا انا كاع مسلمين لا هذه ما كاش من الاخر احنا شعب واحد ودين واحد دين الاسلام ورانا كاع خوان ربي بارك الله عليك وش راح نقول لك يا خويا مرحبا بك في الجزائر الجزائر كلها لي طوندونس بوليتيك ما نهضروش عليهم مي كشعبي بوليتيك انت بوليتيك لا نهضروش عليهم كشعبي كشعبي انا وانت واش تلاقينا عليه الان في الحاضر ما كاينش فكرة الشعب المغربي نحبوه وكاين امور تلمنا بزاف منهم الدين الحنيف تاعنا الحدود وحق الجوار عندك النفس محمد الخامس راه مسميين عليه نهج كبير نهج كبير تبارك الله عليه سمعنا بيه تخرج منا تزيد تمشي شويه لهيه يبدا كيما التيونال تاع الجامعه هذيك هنا كاين جامعه هنا قديمه جامعه من ثم يبدا نهج محمد الخامس حتى الفوق خلاص هذه تكفي انا والله غنقول لك عاش سيمون بالله شاب جزائري وحق الله انا شغل ديرني شغل الشعب قاوي هذا سيمون بالله غير يحب الشعب المغربي الشعب الجزائري يبغي الشعب المغربي بزاف كاع يا اقول لك واش حنا نوعيين انا كبار ما خاطش ما عندكم ما درتوا لنا وحنا ما درنا صح هذه صح انت مغربي مغربي اي برحم والدي انا كاع خاوه احم والدي اسمع اللي يعرف دينه ويعرف الاسلام يعرف باللي جميع المسلم خوه ودي نورمال ما كاش منها كيما ذاك اللي قال انا راني مغربي انا يا ودي كيف كيف اسمع المهم كيما ذاك اللي عربي عربي خلاص عربي زي كيما ذاك اللي قال نجيب عليك الشعوب كاع يتحبوا المشكل ماهوش في الشعوب مشكلة تعرف واحد يد قياس المشكل ماهوش في الشعوب مشكلة تعرف واحد يد قياس تعرف واحد يد قياس كانت هذه الحلقة تاع اليوم بيان سير الشعب المغربي يبقى شقيق للشعب الجزائري بحكم التاريخ ورانا كامل مسلمين جاسبر تكون عجبتكم الحلقة تاع اليوم انا ما بقي نقول لكم كالعادة غير الله يفارقنا بلا ذنوب يا منعش